النفس هي رفضت كده. ورب المجد يسوع على قد ما هو ابنها، لكن عارف كويس قوي 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 ان هو الخالق اللي خلق الكل، وهي كمان صحيح هي ام جميع القديسين وام فوق الملائكه ورؤساء الملائكه والرسل والشهداء والاباء والانبياء والقديسين وكل الدنيا فوق الكل، بنسميها رقم 7. احنا بنبتدي بالمؤمنين زي حالتنا كده، المؤمنين نطلع لقى القديسين نمرة 2، نطلع لقى الشهداء نمرة 3، نطلع لقى الرسل نمرة 4، نطلع لقى الآباء والأنبياء نمرة 5، نطلع لقى الملائكة ورسائل الملائكة نمرة 6، نطلع لقى الست العدر نمرة 7. فهي على قمة الهرم الكنسي. فإحنا بنكرمها جدا ولكن لا نؤلها، لا هي تقبل ولا احنا يعني نعمل كده، لان هي عارفه كويس قوي انها يعني صحيح ام جميع القديسين وكل القديسين مخلوقين والايه، ولكن سيد المسيح لا، ده الاله الازلي الابدي. فاحنا عقيدتنا سليمه ومستقيمه وشامله، وبعدين كتابيه زي ما قلت لكم، ما فيش عندنا عقيدة مش كتابية مش إنجيلية، ها بالمعنى السليم لمعنى إنجيلية مش الطائفي، في الإنجيل جذورها في الإنجيل. ها عايز المعمودية موجودة في الإنجيل ولا لا؟ رد عليا، موجودة فين؟ من آمن واعتمد. عايز الميرون موجود أساساته ولا لا؟ لكم مسحة ها من القدوس وهي تعلمكم كل شيء، ادي الميرون. عايز المناوله من اكل جسدي واشرب دم. عايز التوبه والاعتراف ما ربطتم وما حللتم، لازم يعترف عشان ياخد الحلم. ادي الاربع اسرار الاساسيه للخلاص. مسحه المرضى، مريض احد بينكم بعد خصوص الكنيسه، حاجه في الانجيل اهي. انا ساعات يعني كنت اضحك مع اخواننا الانجيليين الاسوس يعني، واقول له بس فسرها ازاي دي؟ ليه ما بتروحش العيان وتدهنه بزيت؟ مش في الانجيل اللي انت بتقول ان احنا انجيليين؟ طبعا انا لقيت دلوقتي اتشطروا هم بعضهم بقى يجيب شويه زيت برضو ويدهن، مش بيرشم بالصليب، لان هنا رشم الصليب عندهم ده يعني ليه زعلان ليه؟ حد يزعل من الصليب يا اخي؟ وفي اجمل ولا اغلى ولا احلى من صليب المسيح. فانا عقيدتنا فيها كل هذه الملامح هي عقيدة سليمة ومستقيمة وشاملة وإنجيلية. بسرعة تترجم الإنسان، يترجم هذه العقيدة في الحياة، ما يبقاش شوية دوغما. ما انت اسمه مؤتمركم دوغما يعني ايه؟ يعني تعليم عقيدي، لكن احنا الدوغما للحياة مش الدوغما للدوغما. زي بتسمعوا دي عن الفن برضه، يقول لك الفن للفن والفن للحياة، لا ما عندناش ده. احنا عندنا دوغما يعني العقيدة للحياة، وبتلاقوا قدامكم ازاي بتنعكس العقيدة على الحياة. اظن قدامكم بسرعة نمرة 1 عندنا ايه؟ قولوا بسرعة. ها صلاة ايه؟ المزامير. ايه صلاة المزامير؟ عصارة الآباء، طلبات جديدة، وعظ للنفس، اتحاد بمناسبات مسيحية هامة كل يوم، مشاعر متحركة ومتباينة، أنا عايز أقول متنوعة. يعني أنت مثلا بتاخد في المزامير، مزامير داود أديك إنجيلي أهو وكتابي، ومزامير داود جاي من فين؟ من الكتاب المقدس. بعدين تاخد إنجيل، من الإنجيل. وبعدين تقول بعض قطع وضعوها الآباء كلها بتتحد بمناسبات في حياة رب المجد يسوع عشان تقربك منه. أدي باكر القيامة، أدي التالتة، أنتوا عارفين الكلام ده كله. نفتكر حلول الروح القدس في الستة، صلب المسيح في التاسعة، موت المسيح في الغروب، إنزاله من مش كده برضو. خليك طول اليوم في الآخر
أمر موسى فكلمة كاهن في اليوناني إرفس، وكلمة قس بريزفيتيروس اللي هي معناها شفيع أو سفير أو شيخ، شيخ في السن، في السن. فهي من ضمن معناها بريزفيتيروس يعني شفيع، لأنه هي تن بريزفية يعني بشفاعة انتيتي سيوتوكوس وماري. فهم بقى إيه بيترجموا كلمة بريزفيتيروس، بيترجموها على مزاجهم، ساعات يقولوا شيوخ الكنيسة، وساعات يقولوا أرسل فاستدعى قصوص الكنيسة التي في أفسس عشان لهم أقامكم الروح القدس فيها أساقفة. فالبابا شنودة كان يقول إيه؟ يقول دي قالوا قصوص الكنيسة عشان يبينوا أن الأسقف هو القس. لا، هو كانوا الخصوص جايين معهم أساقفتهم، دي الفكرة يعني. المهم فضلنا في النقطة دي، فقالوا لنا طيب هنشوف النص اليوناني. فطلبنا من الأباء السوريان الأرثوذكس في معارض صدناية في دير ماري أفرام السوريان، وقلنا لهم الحقونا بالكتاب المقدس باليوناني العهد الجديد. فراحوا المكتبة وجابوه لنا. دي قصة واقعية على فكرة. حكاية الهند كنا برضو في حوار مع نفس الناس دي. رحنا كيرالا ومشينا في بومباي في الشارع مع بعض، وشفنا الهندوس بيسجدوا للشجر على انه تزلمت الفيل بتاعة جانيشا الاله بتاعهم اللي نصه فيل، وبيقدموا بخور وشمع في الشارع كده هيكل ازاز. قلنا للاخ اللي بيعمل دكتوراه قبطي ارثوذكس، قلنا له بتعمل ايه الست دي، بتسجد لايه وبتبخر لمين وتحط الندور وشمع وبتاع؟ قال ده عشان فرع الشجره شكله زي زلومه الاله جانيشا اللي نصه فيل ونصه بني ادم. عندهم 3.4 مليون اله الهندوس. حاجه يعني احنا هنفضل قاعدين ساكتين كده ونتفرج على العالم وهو بيضيع؟ يعني لازم برضو يكون لنا دور بالنسبة للناس دي. المهم فجابوا الكتاب المقدس اليوناني، فما طلعتش ككاهن، طلعت أقوى. يعني الترجمة البيروتية بيقولوا بشر إنجيل الله ككاهن. ممكن واحد يقول إيه يعني ده تشبيه فطلعت إرجونتاي. إرجونتاي عبارة عن كلمة مكونة من كلمتين، إرج يعني بمعنى عمل، وإرفس اللي هي بمعنى كاهن. فمعناها أباشر إنجيل الله بعمل كهنوتي. ما هم اللي طلبوا اليوناني مش إحنا. وإذا بقى على رأسهم الطير، ومن ساعتها سكتوا ما كلموش تاني. عارفين يعني ايه سكتوا ما كلموش تاني؟ بعد الاجتماع ده قالوا لنا احنا استنفذنا الفلوس بتاعه الحوار، كنا رحنا لفينا في الدنيا، ده احنا رحنا سوريا ورحنا الهند ورحنا هولندا وعملنا اتفاقيه على طبيعه المسيح هناك، والبابا شنودة كان موجود جه حضر وقراها ووافق عليها قبل ما نمضيها يعني، واتفاقيه كويسه فعلا يعني. بس بقى لما جينا لحكايه الكهنوت وجبنا لهم العهد الجديد اليوناني، وطلعت بعمل كهنوتي مش ككاهن، سكتوا الى الابد. يعني ايه؟ قالوا لنا احنا الفلوس خلصت بتاعه المرحله الاولى من الحوار، وكنا
طلعوا كتب وعملوا مطبوعات وحاجات عن الجلسات الحوار بتاعتنا، ودونا لغاية الهند وترمينا في المطار على الأرض مستنين الشنط، وناس حاطين شويلة بضايع وحاجات يمكن فيها حاجات تانية. فاكر يا سيدنا اللي النهاية أكمل يعني الحدوتة ولا ما تخلص؟ لا، ما أنا كلمة واحدة اللي فاضلة. لا كلمة واحدة اتفضل. إنهم قالوا الفلوس خلصت، فسيبونا لما ندرس في الاجتماع بتاعنا اللي هو الاتحاد العالمي للكنائس المصلحة في الجمعية العمومية، نشوف هيبقى في ميزانية تاني نتقابل تاني ولا لا. والكلام ده بقى فات عليك على كام سنة يا سيدنا؟ إيه؟ أكتر من 10 سنين مش كده؟ من 5 2005 يعني 10 سنين. ما تكررش. صح كده. كنت هتقول ايه؟ كنت اقول لما كنا راكبين سوا كاريتا، فاكر؟ فكرني. كاريتا زي التوك توك. التوك توك. ايوه ايوه. اول مرة في حياتنا نشوف توك توك، شفناه هناك في الهند، وركبته انا وسيدنا ام بابشوي عشان يوصلنا من المطار لمكان ال وانا ما كانش معايا كاميرا وسيدنا مش جايب كاميرا، فانا قلت لازم نجيب كاميرا عشان ايه؟ نصور الحاجات المؤتمر والكلام ده. فوقفنا عند محطة واشتريت كاميرا مش عارف ب$200 ولا ايه، وخدتها معايا وركبنا سوا برضو التوك توك. وبعدين بعد ما وصلنا المكان المؤتمر سيدنا سخي جدا، ادى الراجل فلوس كتير، بس انا عملت نفسي اكرم منه يعني، فقلت له كنت اديته شويه زياده يا سيدنا. قال لي انك عايز يديله ايه زياده يعني للراجل. بعدها بشويه بقول لي الله الكاميرا فين؟ قال لي ضاعت يا بيه. خد اللي كنت شفقان عليه، لان الكاميرا يعني عنده وعارف احنا فين يعني، لو اول ما يلاقيها كان المفروض ايه يرجعها. والمجد لله دائما. هو انا ما كانش قصدي ده كله. انا كان قصدي بس بصراحه سيدنا انا مش عايز بتوع العقيده يبقوا متشنجين، مالكم لازم تبقوا فرحانين ومبسوطين بكنيستكم. اتفضل سيدنا. طب اقول ايه؟ عشان ما تتهوش مني بس خليكم معايا. انا اقصد ان يعني في نوع من التشويه، حقائق بتتقال عننا هي مش موجوده. فلما يتقال ان احنا مثلا اخترعنا الصيامات وزودناها، ان احنا مجرد بنحرس اثار وتراث، كل هذه الامور هي حمله تشكيك وتشويه للكنيسه. لكن هيكون الموضوع الرئيسي في حملة التشكيك هو إيجاد ثنائية وهمية بين المسيح والكنيسة. يعني واحد يسألك تختار المسيح ولا الكنيسة؟ من غير ما أفكر أقول إيه؟ المسيح طبعا. طب خلاص مش مهم الكنيسة، أي كنيسة، المهم المسيح. فهنا أصبح في نوع من الثنائية بين المسيح والكنيسة. احنا موضوعنا عن لا خلاص خارج السفينة، السفينة هي الكنيسة، بينما الآية بتقول ليس بأحد غيره الخلاص. بمين؟ المسيح. فأنا عايز أتكلم من هذا، إزاي المسيح والكنيسة كيان واحد؟ علشان اللي هيشوه الكنيسة يبقى شوه مين؟ المسيح. واللي بيعرض علي الاختيار بين المسيح والكنيسة يبقى بيقدم لي رسالة مش مظبوطة، لأن المسيح والكنيسة كيان واحد. نمرة 1، الكتاب المقدس أعلن أن الكنيسة هي جسد المسيح، والمسيح بالنسبة للكنيسة هو إيه؟ الرأس. طبعا الموضوع ده متغلغل في الكتاب المقدس، لكن كمان بالأكثر في رسائل معلمنا بولس الرسول
وبالتحديد رسالة معلمنا بولس إلى أهل أفسس تتكلم عن كنيسة جسد المسيح، ورسالته إلى أهل كلوسي تتكلم عن المسيح رأس الكنيسة. الكنيسة ليست مجرد جماعة مؤمنين فقط، ولا هي اجتماع، ولا هي موفمنت. حاليا الناس بتستخدم التعبير ده، حركة. الكنيسة هي جسد، والمسيح يمثل لهذه الكنيسة الرأس. وهنا الاتحاد بين الجسد والرأس اتحاد صميمي كياني، لا تستطيع أن تفصل بين الرأس والجسد زي يعني. ده المسيح كان قاصد أنه لا يعدم بطريقة قطع الرأس علشان يحتفظ براسه لزقة في جسده، عشان يقول دي إرادتي إلى الأبد أن أكون ملتصق بكنيستي. مين يفصلني عن الكنيسة؟ والكنيسة نفسها تقول من سيفصلني عن محبة المسيح؟ لا يمكن حد يقدر يفصل الاثنين عن بعض. أنا بعتبر اللي بيقول لي تختار المسيح ولا الكنيسة عامل زي بنت بنقول لها في عندنا عريس حلو قوي، تحب تاخد راسه ولا تاخد جسمه؟ تختار ازاي دي بقى يعني؟ فالكنيسة والمسيح كيان واحد. واحنا عندنا النص المشهور اللي بيقرأ في سر الإكليل من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس في إصحاح 5، كرر أكثر من مرة التشابه بين المسيح والكنيسة بالمقارنة بين العريس وعروسه. الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجله إلى آخر. وهنا الحتة دي بتاعت الكنيسة رأس، كنيسة جسد والمسيح رأس، هتوصلني للتشبيه الثاني أن الكنيسة عروس والمسيح عريس. وهنا التشبيه ده في منتهى الدقة، ركزوا معايا أرجوكم. في سر الزيجة الرجل يتحد بالمرأة ويصير الاثنان جسدا واحدا، وليس بعد اثنين بل جسد واحد. ومع ذلك يستمر الرجل رجل والمرأة امرأة. نطبق على المسيح، المسيح يتحد بكنيسته فيصير الاثنان جسدا واحدا، لكن يظل المسيح هو الله والكنيسة هي البشرية المتحدة بالله. متفقين؟ في هنا حتة برضو بتلخبط بعض الناس. لما يكون بنت مولودة في القاهرة وتزوجت بعريس مولود مثلا من عند سيدنا أنبا بشوي في كفر الشيخ، ماشي، يصير الاثنان جسدا واحدا، لكن ما اقدرش اقول ان علشان البنت القاهرية تزوجت بعريس من كفر الشيخ صارت هي مولودة في كفر الشيخ. هو اللي مولود في كفر الشيخ، ودي الغلطة اللي وقع فيها البعض لما قالوا بسبب اتحاد المسيح بكنيسته صارت الكنيسة مولودة في بيت لحم. ازاي يعني؟ الكنيسة منشأها أرضي، اتحدت بالإله اللي هو جاي لنا من السماء. يقعد المسيح على طول هو الله، والكنيسة هي البشرية المتحدة بالمسيح. وأيضا السيد المسيح تكلم عن الكرمة والأغصان. الأغصان لو قطعناها ما بقاش في كرمة، فإزاي أعمل ثنائية بين الكرمة وأغصانها؟ ما الاثنين واحد، كيان واحد. لكن يظل المسيح بالنسبة للكرمة هو الجدر والأصل، والكنيسة هي الفروع والأغصان، لأنه قال أنا الكرمة وأنتم الأغصان. إذا لما أقول ليس أحد غيره الخلاص، ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، يبقى فعلا الخلاص بالمسيح فقط.
من هو المسيح؟ هو إلهنا اللي اتحد بينا، اتحد بينا في كيان هو سماه الكنيسة. وعايز أقول لكم حكاية اتحاد المسيح بكنيسته في تشبيه جميل مع آدم وحواء، عشان دي تدخل في صلب موضوعنا. آدم هو كان يعني شكل المسيح، عشان كده المسيح جه في صورة رجل. وكان آدم وحده، وربنا قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده. وكأني عايز أقول الآب بيقول ليس جيدا أن يكون المسيح وحده، نعمل له كنيسة. شكرا لطفو التكييف ده أخيرا يعني عايزين يودوني المستشفى تاني بعد الشهر يا سيد لما كان شغال يعني. أيوه. آدم ركزوا معايا، أوقع الرب الإله عليه سباتا، وده نفس المنظر اللي كان على الصليب، أوقع الرب الآب الإله نوما أو موتا على المسيح على الصليب. كان آدم وقتها عريانا، والمسيح على الصليب كان عريانا. الآب أخذ ضلع من آدم، والكتاب يقول إيه؟ بنى امرأة. وكلمة بنى استخدمها المسيح بالنسبة للكنيسة على هذه الصخرة، أبني كنيستي. وعلى الصليب والمسيح عريانا فتح جنبه، طلع لنا منه دم وماء، بنى عليهم الكنيسة. الدم هو الإفخارستية، والماء هو المعمودية اللي مش ممكن من غيرهم تبقى فيه كنيسة. وبعدين أحضرها إلى آدم. والتعبير اللي قاله معلمنا بولس في فصل البولس بتاع الإكليل، لكي يحضرها لنفسه، نفس التعبير، أحضرها، أحضر حواء آدم. هنا المسيح يحضر الكنيسة لنفسه. لما آدم فتح عينه بص لقى قدامه حواء، فقال عليها هذه تدعى امرأة. والمسيح على الصليب فتح عينه بص لقى قدامه العذراء ممثلة الكنيسة، قال لها يا امرأة. ده بيقول ليه قال لها يا امرأة؟ لأنها حواء الجديدة، احنا في سفر تكوين جديد يوم الجلجزة. وبعد كده قال هذه الآن لحم من لحمي وعظم من عظامي. هذا التعبير استخدمه معلمنا بولس عن المسيح لما قال لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. وطبعا صار آدم وحواء جسدا واحدا، لذلك حط آدم القاعدة اللي موجودة لغاية النهاردة، يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، إذن ليس بعد اثنين. يقول معلمنا بولس نفس التعبير بتاع آدم، ويعلق عليه يقول هذا السر عظيم، ولكني أقول أنا من نحو إيه؟ المسيح والكنيسة. إذا اللي عايز يفصل بين المسيح وكنيسته هيبقى عايز يفصل بين العريس وعروسه، يفصل بين الكرمة والأغصان، يفصل بين الجسد والرأس اللي مش ممكن يتم. عشان كده الآباء لما اتكلموا عن الخلاص قالوا الخلاص أن نتحد بالمسيح. الخلاص يا جماعة ما هواش عقيدة تدرس، ما هواش مفاهيم إيمانية نبحث فيها. الخلاص بالنسبة للآباء اللي علموه لنا اتحاد بشخص، مش اقتناع بفكرة. عشان كده ركزوا معايا، انا لما اجي اشرح لك حاجة عن المسيح وانت اقتنعت بيه، انت اقتنعت بفكرة، هذه الفكرة ممكن تسميها الايمان، انا امنت بالمسيح، انت اقتنعت بفكرة لم تتحد به بعد. اتحد به ازاي؟ مش بالفكر. ده المسيح قال من يأكل جسد يشرب دمي ايه؟ يثبت فيه وانا فيه. في طريقة حطها المسيح في الكنيسة للاتحاد به، مش مجرد نقتنع بفكرة. عشان كده الإيمان وحده ما يكفيش، لأن الشياطين يؤمنون ويقشعرون. كل حقائق الإيمان اللي احنا بنؤمن بيها يعرفها الشيطان
ومصدقها، لكنها مش سبب خلاص بالنسبة له، لأنه لا يستطيع طبعا أن يتحد بالمسيح. المعرفة بداية عشان أتحد، لكن هكتفي بالمعرفة وسميها الإيمان، صدقت مش كفاية. محدش قال كده من الآباء ولا الكتاب المقدس. يجب أن نتحد بالمسيح، واتحدنا بالمسيح هو اتحاد بشخص حي. لما بنتحد بيه هننال من خلال هذا الاتحاد كل مفاعيل الخلاص: التجسد، الصليب، القيامة. يقول معلمنا بولس: إن كنا قد اتحدنا به في شبه موته. اتحدنا به في شبه موته اللي هي امتى؟ امتى؟ في المعمودية. لما يقول معلمنا بولس: مع المسيح صلبت. صلبت ده كان امتى؟ لو المسيح، لو بولس الرسول اتصلب مع المسيح يوم الجلجسة، يبقى فسرها لي ازاي لما كان هو بيضطهد المسيحيين وبيرجم استفانوس؟ يوم الجلجسة كان شاول غريب وبعيد، ولكنه اتحد بصليب المسيح يوم ما نزل في المعمودية، أخذ نصيبه من الصليب يوم ما اعتمد. عشان كده هو اللي قال مدفونين معه بالمعمودية، وقال دفننا معه، يعني أكثر من مرة دفننا معه بالمعمودية. فأخذ نصيبه ومكانه، رشق في مكانه في المسيح يوم المعمودية. يبقى أنا علشان أتحد بالمسيح في سكك عملية محطوطة في الكتاب المقدس، منها المعمودية ومنها الإفخارستية. لما بنتحد به بننال كل تدابير الخلاص اللي ربنا تممها. عشان كده طلعت بقى العبارة بتاعت لا خلاص خارج الكنيسة. أنا كتب لكم في الورقة خلفية تاريخية. كلمة لا خلاص خارج الكنيسة أول من قالها كان القديس أغسطينوس في دفاعه ضد بدعة الدوناتيين. الدوناتيين دول كانوا حركة انفصالية أكثر منها هرطقة. وهنا باي ذا واي بقى لازم نميز بين ثلاث حاجات الآباء نبهونا ليها. نميز ما بين البدعة والهرطقة، وما بين الانشقاق، وما بين الرأي. البدعة والهرطقة حاجة خطيرة تمس صلب الإيمان وتمس خلاص الإنسان. يعني عدم الإيمان بألوهية المسيح يخسر البشرية الخلاص. عدم الإيمان بحقيقة ناسوت المسيح اللي هو الكلام اللي قاله أطاخي يمس جوهر الخلاص، وهكذا. فدي بدعة وهرطقة. لكن كان بيحصل في التاريخ ومازال كنيسة فيها إيمان واحد، لكن واحد يعمل انزعاج يسبب انشقاق. هذا الانشقاق داخل الكنيسة بالرغم الطرفين أرثوذكس وإيمانهم مظبوط، في الحقيقة الانشقاق ده أخطر من البدعة، لأن البدعة أمرها واضح، لكن الانشقاق دوت لا يليق بكنيسة المسيح. وعشان كده اجتهدوا يا شباب وانتوا بتخدموا، اوعى تدخل في جو يعمل انقسام داخل الكنيسة. احنا بنقول في القداس بتاعنا ان ربنا يبطل افتراقات الكنيسة. اي افتراق في الكنيسة يجب ان يبطل. فالحركة بتاعت الدوناتيين دي كانت من نوع بتاع الانشقاق. طبعا الحاجة الثالثة الرأي، ان ممكن واحد يقول رأي مش مظبوط لكنه لا يصل الى مستوى انه هرتقى ولا يؤثر في خلاص الناس، لكن بنقول ده رأي خاص بيه، واحنا مش هنعلوش اجماع كنسي. يعني القديس اغسطينوس نفسه اللي احنا بنستشهد بيه دلوقتي كان له رأي خاص في موضوع النعمة، والكنيسة قالت ده رأي أغسطينوس، ومع ذلك أغسطينوس قديس ما نستاهلش يطرب رجليه يعني. لكن هو له رأي خاص في موضوع النعمة، كان إكساجريت النعمة مضخم فيها. وهم الأباء عدوها له ليه؟ لأن في حاجتين نلتمس له فيهم العذر. أولا أنه هو نفسه في حياته اختبر فعل النعمة، لأنه كان في الحضيض وربنا انتشره بنعمته خلاه قديس عظيم. الحاجة الأهم أنه كان يرد على بدعة البلاجيين، بلاجيوس، اللي كانت بتلغي النعمة خالص. ولأن سلوك أغسطينوس وحياته
ما كانش بينكر فيها الجهاد لأن هو كان بيجاهد، فاعتبروا ده رأي متطرف وليس عليه إجماع كنسي. عشان كده مش شرط أن كل واحد يقول رأي كده متطرف يبقى فيه موقف شديد ضده، لكن بيميزوا ما بين الهرطقة والانشقاق والرأي. الدوناتيون كانوا من نوع بتاع الانشقاق. كان ايه الرأي بتاعهم؟ قالوا المسيحيين نوعين، النوع الاول انقياء وقدسين يتمتعون باستنارة وكاملون روحيا، وهم دول اعضاء الكنيسة. النوع الثاني خطاه ومبتدئون روحيا وجزدانيون، ودول مفروض يتم إعدادهم حتى ينضجوا ثم ينضمون للكنيسة. قديس أغسطينوس قال لهم إزاي هينضجوا وإزاي هيتم إعدادهم وهم خارج الكنيسة؟ لا خلاص خارج الكنيسة. من هنا خرجت الفكرة دي، وقال كده أن الكنيسة هي مستشفى تائبين وليست كنيسة طبقية، ما نقدرش نفصل الناس داخل. ولذلك هتلاحظوا عندنا كنيستنا فيها الحتة الجميلة دي، ما عندناش قداس للمبتدئين وقداس للمتقدمين، ما عندناش قداس حريمي وقداس رجالي، ما عندناش قداس أطفال بمعنى أن الليتورجية نفسها خاصة بالأطفال، حتى لما بنعمل حاجة ذات الأطفال بس عشان تركيزهم، لكن مش هي نفس القداس، مش كده؟ ما عندناش قداس للأغنياء وقداس الفقراء، ما عندناش قداس للحكماء وقداس للبسطاء، هي حاجة واحدة للكل. فالكنيسة ليست طبقية، عشان كده خرجت الفكرة بتاعت لا خلاص خارج الكنيسة. طيب نرجع تاني بقى، طب مين هي الكنيسة؟ هي جسد المسيح، يبقى فعلا لا خلاص خارج المسيح. الكنيسة بقى تحقق عقيدة مهمة جدا ذكرها معلمنا بولس الرسول أيضا في رسالة أفسس، وهي أن إحنا هنتجمع في شخص ربنا يسوع المسيح. مش إحنا أعضاء جسده؟ إحنا بنتجمع في المسيح، والتجميعة دي في الآخر هندخل الأقداس العليا مرة واحدة مع بعضينا في المسيح، وهذا التجميع هو اللي بنسميه الكنيسة. هقول الأول حتة مختصرة، يعني حتى الكونكلوجن النهائي بعدين أشرحه بالتفصيل. إحنا لما حد فينا بيعيش حياة كويسة مسيحية وحسب الإيمان المظبوط وبيتنيح، بيروح فين؟ يروح فين؟ الفردوس، دي نمرة واحد مش كده؟ فردوس ده بنسميه مكان الايه؟ انتظار ايه؟ ها؟ منتظرين ايه يعني؟ ها؟ الحقيقة هم منتظريننا. الى ان يكمل العبيد رفقاؤكم. والله نظر لنا شيئا افضل انهم لا يكملوا بدوننا. المكان كان ممكن جدا القديس اللي يتنيح يدخل الأقداس العليا على طول، لكن ربنا ليه خطة تانية، هو عايزنا ندخل مع بعض. فمن آدم لغاية آخر واحد يتنيح في هذه اللحظة من القديسين قاعدين مستنيين في الفردوس، مستنييننا، بيستعجلونا. احنا في الكنيسة نقول لكم ربنا يديك طولة العمر، وهناك في الفردوس يقول لي يا عم خليهم يجوا بقى، احنا معطلنا، خدين بالكم؟ طب ليه؟ لأن إحنا مش هندخل الأبدية السعيدة إلا مع بعض، هندخل مع بعض، هندخل بصفتنا جسد المسيح مش بصفتنا الشخصية، مش هندخل فرادة، هندخل جسد وكلنا أعضاء في هذا الجسد. نرجع بقى، طب هبقى أنا عضو في الجسد إزاي؟ نمرة واحد بالإيمان. بس خلي بالكم، ركزوا معايا، مش أي نوع من الإيمان، لأن حتى الملحد عنده إيمان إن مفيش ربنا،
والوثني عنده إيمان إن في إله هو بيشايفه في زي ما سيدنا قال في شجرة في زلومة فيل أي حاجة، فمش أي نوع من الإيمان. عشان كده الكتاب ركز على إيه؟ رب واحد، قولوا بقى إيمان واحد ومعمودية واحد. ويقول معلمنا بولس في أفسس 4:13 إلى أن ننتهي إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. هو ده الملخص بتاع كل اللي أنا بقوله. هننتهي إلى وحدانية الإيمان اللي هتخلي الناس تعرف المسيح، لأن طول ما الإيمانيات مختلفة ومتضاربة معرفة المسيح تزوغ وتتوه والناس تتبرجل. اللي يخلي الناس تعرف ابن الله الإيمان الواحد، الإيمان الواحد المسلم مرة للقديسين مش حسب استحسان الناس، الإيمان اللي هو الوديعة المسلمة مرة للقديسين. نتيجة الإيمان الواحد ومعرفة ابن الله هنبقى كلنا إنسان كامل. مين هو الإنسان الكامل؟ مين؟ المسيح. وإحنا إيه بالنسبة له؟ لا يوجد غربة، لا يوجد ثنائية، نحن أعضاؤه، إحنا من لحمه ومن عظمه. خدين بالكم من دي؟ فإحنا أعضاء جسده. هذا الإنسان الكامل، ركزوا معايا، مقاسه قد إيه؟ قال معلمنا بولس الرسول قياس قامة ملء المسيح. بعض الوعاظ بيدونا إيحاء إن أنت يا حبيبي لازم توصل إلى قياس قامة ملء المسيح. في الحقيقة لا، أنا مش هقدر أوصلها، حدش في الدنيا هيقدر يوصل زي المسيح. لكن هنعمل إيه؟ هنبقى مع بعضينا كلنا من آدم لآخر الدهور، ملايين ملايين البشر المخلصين بالكاد هنكمل مع بعض قياس قامة ملء المسيح. مش واحد فينا هيبقى قياس قامة ملء المسيح، بس الحاجة الجميلة بقى إيه؟ إن إحنا عشان كلنا في المسيح هناخد كمال المسيح لكل واحد فينا. يبقى أنا لوحدي برا الكنيسة صفر، ماليش قيمة. جوه الكنيسة أكمل معاكم قياس قامة ملء المسيح، ولأن أنا جوه هبقى أنا فيا الكمال بتاع المسيح بكماله. لكن انفصلت ضاعت مني كل شيء. أنت أي واحد فينا زيرو والمسيح 100، حط الزيرو جنب 100 بقينا كام؟ 1000. شيل الزيرو تبقى زيرو. عشان كده حياتي في المسيح والتجميعة دي جوه الكنيس. نمرة واحد بالإيمان، والإيمان الواحد الإيمان السليم المسلم لنا من القديسين. نمرة اثنين بالمعمودية. علشان كده الكتاب المقدس قال ان احنا بنعتمد الى جسد واحد. الى دي معناها بننضم، وكلمة ينضم موجودة مع كلمة المعمودية. يقول لك ايه؟ واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. سر الانضمام ونصير واحد في المسيح بالمعمودية. اي واحد يقول لنا احنا واحد في المسيح ياريت، بس هنبقى واحد في المسيح ازاي؟ نمرة واحد بالإيمان الواحد، مش إيمانيات متعددة. نمرة اثنين بالمعمودية، الكتاب المقدس هو اللي بيقول كده وأبائنا علمونا كده. ونمرة ثلاثة بالإفخارستي. يقول معلمنا بولس الرسول نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد. ليه؟ لأننا نشترك في الخبز الواحد. أدي لأننا، يبقى السبب مش مجرد فكرة نظرية ان احنا جسد واحد، لكن في حاجة سبب لكنا جسد واحد. ونفس التعبير اللي قاله معلمنا بولس في كورنثوس الاولى اصحاح 10 دوت، الكنيسة بتصلي فيه في القداس لما بنقول اجعلنا كلنا مستحقين ان نتناول من قدساتك طهارة لانفسنا واجسادنا وروحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا. نحن في القداس بنحقق هذه الوحدانية بتاعت الكنيسة. يبقى أدخل الجسد بالإيمان والمعمودية،
طبعا المعمودية معها الميرون والروح القدس، وهثبت في الجسد بالإفخارستيا. طيب افرض انا بقيت دلوقتي عضو في الجسد وثابت فيه، هل هبقى معصوم من الخطأ عمليا احنا بنغلط ولا لا؟ والكتاب قال لنا كده، ان قلنا اننا لم نخطئ نضل انفسنا وليس الحق فينا ونجعله كاذبا، لكن ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا وكل اسم. هنا الحته دي برضو مهمه، هو احنا لما اتحدنا بالمسيح صرنا الهه؟ هو البنت لما اتحدت بعريسها بقت راجل؟ هما بقوا جسد واحد بس لسه هي بنت، يعني امراه وجوزها هو الراجل. لو هما الراجل ده بيشتغل دكتور ومراته مدرسه، هل تاني يوم بعد الاكليل يروح هو يدرس مكانها وهي تروح العياده وتقول احنا بقينا واحد؟ احنا نتحد بالمسيح دون تبادل للادوار. المسيح هو الله وحده ونحن اعضاء جسده، واخدين بالكم من دي؟ اتحدنا به فصرنا معه واحدا، لكن هو الله، احنا بقى صير فينا مسحه الهيه. طبعا اقول لكم زي انهي مثل، في العهد القديم كانت أستير واحدة من عامة الشعب، مش بس من عامة الشعب، دي كانت بنت أسيرة جاية مسبية عبدة أسيرة، اختارها الملك أن تكون زوجة فصارت إيه؟ ملكة. لكن هل كانت أستير شريكة في الحكم؟ ما حصلش، بدليل إن هي لما عايزة تقابل أحشويرش خايفة تدخل في غير دورها يحكم عليها بالإعدام، ما كانش هيقدم لها قضيب الذهب علامة الرضا، ما يبقى كانت هتتقتل. فدخل مرعوبة بتقول إيه؟ وأنا إن مت مت. بصوا الورق اللي بيجي دوت بيعطل التسجيلات وإحنا على الهوا، فخلي الورق يجمع في الآخر تجيبه مرة واحدة. أستير كانت ملكة لكنها لا تحكم، والكنيسة البشرية المفداة والمخلصة صارت شركاء الطبيعة الإلهية لكن مش إلهة، ما بنحكمش. وبالتالي دي بتفسر ليه إحنا ممكن نغلط، لأننا لم نفقد إنسانيتنا ولم نفقد ضعفنا. المسيح يبقى فيا لكنه مش بيلغيني، فأنا ما زلت ضعيف وما زلت مسؤول. وعشان كده الإنسان لما بيسلك بنقاوة بياخد مكافأة، ولما بيغلط بياخد عقوبة. تقول ده أنا متحد بالله، طبعا، لكن اتحادنا بالله لم يلغي بشريتنا. طيب افرض احنا ده اتحدنا بالكنيسة وبالمسيح وغلط، هل جسد المسيح يحتمل ان احنا نبقى خطاه ويبقى المسيح خادم للخطية؟ حاشا. طب نعمل ايه؟ راح ربنا قالها، ما هو في توبة وفي اعتراف. التوبة معناها عدت لله بقول له انا اسف، والاعتراف معناها رحت للكنيسة بقول لهم انا اسف لان خطيتي صارت مش بس بتجرح اتحادي الشخصي بالله، لكن بتجرح اتحادي بالكنيسة التي هي جسد الله، جسد المسيح. عشان كده أنا لما باجي أعتذر، أعتذر لله في التوبة وأعتذر للكنيسة في الاعتراف. أبونا اللي زمان دخلني في الجسد بالمعمودية مع مفاتيح، مش قال أعطيكم مفاتيح ملكوت السماوات؟ فأروح أقول له الحقني يا أبونا، أنا انطردت بره وبره هغرق بره في الطوفان، فيروح فتح لي الباب ومدخلني بالحل للمسيح الدهوله، لأنه هو اللي معاه المفاتيح. مش معاه المفاتيح عشان يتسلط على الناس، لكن معاه المفاتيح عشان يساعد الناس على الخلاص. قالوا معلمنا بولس، السلطان الذي أعطاه الرب لي لبنيانكم وليس للهدم، يعني في سلطان
لكن للبنيان وليس للهدم. يبقى احنا عشان نبقى في هذا الكيان اللي اسمه الكنيسة اللي هي جسد المسيح، محتاج إيمان ومعمودية يدخلوني، محتاج إفخارستيا وتوبة دائمة تثبتني. طب أنا خلاص بقيت في هذا الجسد ثابت وممارس لحياتي الروحية بالتوبة والاعتراف والجهاد الروحي، عضويتي في هذا الجسد تلزمني أن أنا أخدم، تلزمني أن أنا أخدم الآخرين وأخدم أعضاء الجسد. المسيح كان ماشي على الأرض بيخدم الناس، لكن بكل تأكيد السيد المسيح كان بيغسل وشه. لما بيجي يغسل وشه بيستخدم ايه؟ ايديه. فأعضاؤه خدمت جسده، لكن ما كانش أناني يخدم نفسه بس، كان بيخدم ايه؟ الناس. عشان كده احنا في الكنيسة بصفتنا أعضاء جسد المسيح نخدم الجسد. عادتنا دلوقتي احنا بنخدم بعضينا كأعضاء في الجسد، وبصفتنا أعضاء المسيح نخدم المجتمع ونخدم الغرباء ونخدم الناس اللي موافقني واللي مش موافقني واللي على مزاجي واللي مش على مزاجي. المسيح خدم الكنعانية وخدم السامرية وخدم العشار وخدم الفريسي كله، ما منعش نفسه عن حد. فالكنيسة تكمل رسالة المسيح على الأرض لأنها جسده، وإحنا الأعضاء اللي بنتمم هذه الرسالة. عشان كده خدمتنا في الكنيسة بصفتنا أعضاء جسد المسيح ليست تفضلا منا، ولكنها تعبير عن عضويتي. ياخدين بالكم من دي؟ يعني أنا وداني بتسمع دي، لأن هي طبيعتها لازم تسمع. عيني شايفاكم لأن طبيعتها بتشوف، فالعين ما عملتش مجهود إن هي تشوف إلا إذا كانت مريضة. فالعضو اللي موجود طبيعي بيشتغل، الرئتين عمالين ياخدوا الهواء ويطلعوه من غير ما نحس بميكانيزم ربنا عامله، من غير ما بنحس ومن غير ما هي بتعمل مجهود إلا إذا كانت مريض. عشان كده الكنيسة بتنظر لكل واحد فينا على إنه خادم، بغض النظر بيخدم خدمة نمطية في مدارس أحد، اجتماعات شباب، اجتماعات غيره، أو ما بيخدمش. يقول لك عبيدك خدام هذا اليوم الكهنة الشمامسة الإكليرس وإيه كل الشعب خدام. وفي نفس الوقت عشان أنا عضو في هذا الجسد اللي هو الكنيسة لازم نعيش مع بعض، ودي بنسميها ليتورجية. ليتو يعني شعب، وإرج يعني شغل، فليتورجية معناها بنشتغل مع بعض، يعني بنصوم مع بعض ونفطر مع بعض، بنصلي مع بعض بنفس اللحن وبنفس الكلمة وبنفس المناسبة. دي تعبير عن وحدانية الكنيسة. احنا ليه لما بنصلي بنبص ناحية الشرق؟ ما ربنا موجود في كل مكان، صحيح في كل مكان، لكن لما بنبص ناحية الشرق بنقول احنا جسد، فالجسد ملوش وشين، ومش معقول يبقى الفرنت بتاع الجسم الناحية دي والوش بايص الناحية التانية. فاحنا كلنا وحدانية الجسد بتخلينا نعمل كده. من بداية الكنيسة اختارت الشرق لأنه يرمز للإشراق والنور والبداية الجديدة والرجاء والأمل، ودينا ظهرنا للغرب اللي هو يمثل الموت والغروب والظلام. فنحن نعيش معا. وبعدين طبعا نتيجة بقى أنت التي نفس الإيمان ونفس المعمودية، مهرب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، وبعدين جوه الكنيسة بتتوب وتقدم توبة واعتراف كل يوم، ما بتسيبش نفسك غرقان في الخطية، وبعدين بنتحد بالمسيح كل يوم في الإفخارستية، وبعدين نعبر عن وحدتنا بخدمتنا وليتورجيتنا. لما يجي واحد بقى فينا يتنيح يروح يستنى مع الأصحاب والأقارب والجماعة الموجودين في الفردوس، وعمال زي ما قلت لكم في المقدمة إيه بيستعجلنا، علشان لما نتجمع هنبقى فعلا اكتمل الإنسان الكامل الذي هو قياس قامة ملء المسيح.
يجي المسيح بقى اللي هو الرأس يركب في الجسد. فلما يكون ركزوا معايا كده، تخيلوا منظر شهداء، منظر يعني شهيد قطع راسه يبقى مات. ربنا عايز يقيمه من الموت، هيعمل ايه؟ يخلي الراس تلزق في الجسم فيقوم. عشان كده عندما يأتي المسيح ويتحد بكنيسته هنقوم كلنا، اسمها قيامة الأموات، وننتظر قيامة الأموات. هنقوم بالأجساد النورانية الروحانية الممجدة ونطير مع المسيح على السحاب. أنا متخيل بقى وإحنا طايرين مع المسيح كده، سواء اللي كانوا ماتوا واندفنوا أو الأحياء يتغيروا في لحظة في طرفة عين، ونخطف مع المسيح ونصير معه في الهواء. لو بقى في واحد من الناس اللي لسه متخطفوش أو مش هيتخطف يعني، واقف في الأرض بيصور المنظر، أو حد فينا عملها سيلفي، هتلاقوا المنظر إيه؟ شخص كبير جدا هو المسيح، وإحنا كلنا عبارة عن إيه؟ نقط جواه، والرأس هو مين؟ المسيح المولود من العذراء مريم لهذا الجسد الكبير العظيم. قولوا لي بقى إزاي واحد ما يكونش جوه الجسد ده يدخل السماء؟ هيجي بقى المسيح بينا سيئنا كده جواه، واخدنا إلى الأقداس العليا. عند الأقداس العليا في ملائكة واقفين على الباب، ممنوع الاقتراب والتصوير، دي أماكن محدش يدخلها. فهيلاقوا المرة دي اللي جاي مين؟ مين؟ المسيح. وإحنا فين؟ فيه، مش كده؟ فيه. تتفتح الأبواب ويدخل المسيح وإحنا فيه، ويتقفل الباب وأغلق الباب. هيجي أي حد بعد كده يخبط، هيقولوا ما نعرفكش. عرفتوا المثل بتاع العذارة؟ إنه لما كانوا موجودين ساعة ما العريس موجود دخلوا معاه، لما أغلق الباب أي حد هيجي بعد كده ملوش خلاص، فليس بأحد غيره الخلاص. فعلا محد، أي إنسان أعماله رائعة لكنه مش في المسيح هياخد أجرته على الأرض عشان ما يتظلمش. هيبقى عنده بيت وعنده أولاد وعنده حياة ناجحة جدا، وربنا هيكرمه على الأرض. لكن دخول السماء ده موضوع تاني خالص. دخول السماء ده هو الاتحاد بالمسيح الشخص، مش المسيح الفكرة. والاتحاد هو الكنيسة التي هي جسد المسيح. عشان كده لما أقول محدش يقدر يخلص بدون المسيح، يبقى فعلا محدش يقدر يخلص خارج الكنيسة. والكنيسة هي ملكوت الله على الأرض. عشان كده ما ينفعش ان احنا نحصل على الأبدية بدون ان نحيا في العربون على الأرض. آخر حاجة بقى، شوفوا منظر الصليب ده، هو عبارة عن ضلعين، واحد رأسي واحد أفقي. الضلع الرأسي يمثل العلاقة الشخصية بيني وبين المسيح، دي مش بنلغيها. والضلع الأفقي هو علاقتي بالمسيح من خلال الجسد. واخدين بالكم؟ يعني ما ينفعش أحد الضلعين يتلغي. العلاقة الشخصية اللي هي تمثل المخدع. المسيح قال عن المخدع إيه؟ متى صليت فادخل مخدعك وصلي لأبيك. لكن لما جه يتكلم عن الضلع الأفقي قال متى صليتم، بالجمع، فقولوا هكذا، حطلنا نص نقوله اللي هي الليتورجية. عشان كده عندما نجتمع في الكنيسة يليق بنا أن نصلي ليتورجية مع بعض، وبنصليها بصيغة الجمع. أبانا مش أبي، اغفر لنا مش اغفر لي، فلنشكر صانع الخيرات مش فلأشكر. ولاحظوا أن كل صلوات الليتورجية تقريبا، بقول تقريبا لأن في حاجات بتبقى فيها صيغة المفرد، لكن الغالب هو الصلاة بصيغة الجمع، أن احنا كلنا بنصلي مع بعض في نفس واحد. نسبحك، نباركك، نسجد لك، كلها بالنون، مش كده؟ أحيانا بقى يبقى في حاجة أبونا بيقولها بصيغة المفرد لكن بيعبر بيها عن البشرية المتجمعة،
زي في القداس الغرغوري لما يقول أقمت لي السماء سقفا، هو أقامها لي أنا رفائيل، لكن أقامها لي إحنا البشرية، أنا آدم. فأبونا بيتكلم بلسان واحد بتاع الجسد كله. ثبتت لي الأرض اللي أمشي عليها، لم تجعلني معوزا شيئا. كل ده بصيغة الفرد الذي يمثل إيه؟ وحدانية الجسد. لما بنرد بنرد كلنا بصيغة الجمع، لأن إحنا كلنا في نص واحد. أما بقى لما أنشئ أنا صلوات خاصة بي، أنسب مكان لها فين؟ المخدع. وخلي بالكم اللي ما عندوش مخدع مش هيفهم الليتورجية ولا يحس بيها، واللي مش بيشترك في الليتورجية مخدعه بارد، فالاتنين بيغذوا بعض. لازم في المخدع أتكلم مع المسيح بعشق روحي جميل، وفي الكنيسة نشعر بالحياة الجماعية. نفس المنظر بتاع الصليب موجود في الجسد، مش احنا جسد المسيح؟ الرأس فيه المخ، ومخ نازل منه حزمة أعصاب داخل القناة بتاعة العمود الفقاري، وطالع من بين كل فقرتين أعصاب واصلة الأماكن تغذيها. ففي اتصال شخصي بين كل خلية والرأس، لكن الخلية دي مش ممكن، أو العضو ده مش ممكن يكون له اتصال بالرأس لو قطع من الجسد. لكن ممكن يحصل العكس، إن في جزء موجود في الجسد لكن مقطوع من الرأس، العصب اتقطع فيبقى مشلول، لكن موجود لكن مشلول. نفس الحكاية في الحياة الروحية، واحد قطع نفسه من الكنيسة كيف يدعي أن له اتصال بالمسيح؟ فين العصب ما اتقطع؟ مش كده؟ لكن بيحصل العكس، ان في واحد موجود معنا في الكنيسة لكنه ما عندوش مخدع، مش بيتكلم مع المسيح في خصوصية، فيبقى مشلول. عشان كده احنا مش بس بنركز على العلاقة بالمسيح من خلال العمل الجماعي، لكن ايضا في العمل الشخصي العلاقة الجميلة اللي فيها العشق الإلهي. الاثنين مع بعض، البعد الفردي أو الشخصي والبعد الجماعي. وعشان كده بالرغم، بصوا من دي، الواحد لما بيتنيح هل الملائكة بيتلخبطوا يا ترى وديه في الفردوس وديه الجحيم، ولا معروفة محسومة؟ هل فيها مفاجآت؟ طب ليه في دينونة عامة؟ علشان يحقق البعدين، في حاجة شخصية وفي حاجة عامة. البعد الشخصي ان الواحد ساعة ما تنيح الملائكة جم اخدوا له وادوا الفردوس، ده حاجة شخصية، واحد مات دلوقتي راح الفردوس، واحد تاني مات راح الجحيم. لكن ليه هيعمل دينونة عامة؟ عشان يقول انتوا كلكم جسد واحد هتدخلوا مع بعض الى الابدية السعيدة. نحن نخلص كجسد واحد كلنا اعضاء فيه. وطبعا الرمز اللي موجود في العهد القديم وحلو جدا هو فلك نوح. فلك نوح هو رمز للكنيسة، لكن برضو لم يفت على الآباء أن يقولوا أن الفلك يرمز للمسيح. ركزوا معي، الفلك كان ليه كم باب؟ موجود فين؟ في جنبه. الفلك له باب واحد في جنبه، فليدخل في الفلك دخل في المسيح، يعني اللي دخل في الكنيسة بقى في المسيح. واخدين بالكم من دي؟ طيب اللي في الفلك دول طول ما هم جوه الفلك كانوا في نجاة، لو واحد بس طقت في دماغه يطلع من الباب حدش يمنعه، هيطلع يغرق مش كده؟ لكنه جوه في حماية. لكن برضو باي ذا واي، الحتة دي فيها حتة مهمة، بعد ما طلعوا من الفلك وخلاص عاشوا في أمان، واحد من التمانية جات له لعنة، اللي هو مين؟ حام. بس اللعنة جات في مين؟ كنعان ابنه. عشان كمان الناس اللي بيقولوا أن المؤمن يضمن الملكوت نقول له لا، في ناس أخذوا بركة وفي الآخر فقدوها. لازم نصبر إلى المنتهى عشان نخلص.
لازم أثبت في المسيح إلى المنتهى، لأن دخولي في المسيح بيديني نعمة الاتحاد بيه، لكن مش بيسلب مني نعمة الحرية اللي هي معطاه لكل البشر. بقى معقول المسيح يديني بإيده اليمين إن أنا أكون عضو فيه وياخد بإيده الشمال حريتي، وبقى خلاص أنا اتكتفت والنعمة تبقى غامرة لدرجة سلبتني إرادتي وحريتي وعقلي وقراري؟ لا. عشان كده الإنسان المسيح قال إيه؟ أنا الباب، إن دخل أحد يعمل إيه؟ يدخل ويخرج ويجد مرعى. في حرية في المسيح. صحيح محدش يقدر يخطف من يد الآب وإحنا في إيده، لكن أنا أقدر، مش أنا بقى، حد غيري يقدر بإرادته يسيب إيد الآب وينزل. محدش يحب المسيح بعد ما يعلم يقول إيه؟ من له أذن للسمع فليسمع. عندناش إجبار وعندنا حرية. عشان كده الفلك نموذج جميل. ولاحظوا صحيح في قصة نوح كان في فلك خشب، والخشب ده برضه ما يعديش علينا، لأن إيه؟ أول ما تسمعوا كلمة خشب يبقى إيه؟ صليب. لكن كان في فلك تاني حي بيجري. مين؟ إيه؟ الحوت بتاع نوح، بتاع يونان. يونان لما نزل في البحر في المية قعد كم يوم؟ 3 أيام. والمسيح قال الثلاثة دول قد إيه؟ إن هم يشبهوا إيه؟ موته ودفنه. طب وإحنا المعمودية بالنسبة لنا إيه؟ موت ودفن. وبتبقى فين؟ في المية. طب في المية إحنا بنلبس مين؟ المسيح. إذن حتى الحوت بتاع نوح دوت، السمك بتاع يونان، السمكة دي رمز للمسيح. بيك فيش، مش المسيح سمكة؟ ولا نسيته كلمة اخسس؟ فهنا لما نزل يونان في المية لبس المسيح، أخذ وداه للبر. وإحنا في المعمودية بنلبس المسيح، نصير فيه، فيصير الحوت زي الفلك، جسد للمسيح وهو المسيح نفسه. فما فيش ثنائية، لا تستطيع أن تخلص من غير المسيح، ولا تستطيع أن تخلص بدون الكنيسة التي هي جسد المسيح. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. نشكر نيافة الأنبا بؤطر على حضوره، هو مسافر، وشكرا سيدنا عشان كان جاي يسأل كمان علي. شكرا نيافة الأنبا رفايل، وال المحاضرة اللي قالها فيها حاجات كتير تدعو إلى التأمل ومزيد من التعمق والدراسة، زي مثلا حكاية الحوت بتاع يونان. لأن احنا لما سافرنا مع البابا شنودة من لندن لنيويورك، كانت الطيارة كونكورد لسه شغالة، دلوقتي وقفت بطلت يعني. فعدينا الحاجز الصوتي ده، عبارة عن حيطة تدمر أي طيارة لولا أنها تكون مصممة بطريقة خاصة، يعني ليها سن كده وقدرات جبارة. الحاجز الصوتي ده حاجز من التضغط بتاع الموجات الصوتية بتاعة هدير المحركات، وأيضا احتكاك الطيارة بالجو.
لما بتحصل سرعة الصوت الطيارة بيبقى كل الموجات قدامها، ولو عدت فوق مدينة الطيارات دي وعدت الحاجز الصوتي تكسر كل الإزاز بتاعة البلد. فقلت لنياف لمبصر أبو مون كان قاعد جنبي، قلت له امسك في الكرسي كويس، احنا بنقرب من سرعة الصوت. وبعدين الطيار قال عدينا وما حصلش ان احنا ترمينا ولا بتاعه، وقال جات لنا شهادات ممضية انه كل واحد باسمه عنده دلوقتي فينا شهادة زي المعمودية انه عدى الحاجز الصوتي. فقلت شفت احنا صحيح في المسيح مستترين في المسيح بنعدي الهلاك الأبدي وناخد شهادة المعمودية، وعدينا الحاجز الصوتي وما حسيناش بحاجة. ده طيارة بقول لكم تعديه فوق مدينة تكسر كل إزاز البيوت وممكن تهد البيوت اللي مش قوية يعني، ولو طيارة عادية حاولت تعمل كده تتفرتك فتفيت. لازم تكون طيارة معمولة بتصميم خاص. فاحنا الخبرة بتاعتنا كانت انه فعلا زي ما قال نيافة الأنبا رفائيل دلوقتي ان احنا مستترين في المسيح زي يونان لما كان في بطن الحوت، وزي ما احنا كنا جوه الطيارة الكونكورد عدينا. ف يعني هيبقى في وقت نقعد نفكر في حاجات كتير بعد كده، بس عشان نلحق نجاوب بجزء من الأسئلة، ولو في حاجة ما لحقناش نجاوب عليها ممكن نبقى نجاوب عليها في البرامج بتاعت القنوات الفضائية أو في ميسات برضو يعني. على ما أجاوب على حاجة نيافتك شوف الأسئلة دي يا سامي. في سؤال بيقول كيف يلد الآب، الآب السماوي يعني، هل معنى هذا أنه كان يوجد يوما الآب وحيدا؟ هو في عقل ما بيفكرش؟ لو عقل ما بيفكرش ده يحسب عقل؟ ايه رأيكم؟ قولوا يا آية لا يحسب عقل لو ما بيفكرش. طيب يعني العقل بيولد الفكر، يبقى العقل والد والفكر مولود مش كده؟ لكن ما فيش عقل ها ينفع يبقى عقل ويعتبر انه عقل الا لو كان بيفكر. فهكذا ايضا الاب لا يحسب إله إلا إذا كان له كلمة. تقدر تقول لواحد محترم أنت مالكش كلمة؟ تقدر؟ طب جرب كده وشوف هيجرى لك إيه. المسيح هو كلمة الله، فكما يولد العقل من الفكر من العقل، والعقل أبو الفكر، ويعبر عن الفكر بالكلمة، فالمسيح هو كلمة الله، فكيف ندعي أن الله يوجد بدون كلماته يعني؟ عشان مولود، بس مولود بلا بداية، لأن الله هو العقل الكلي والأعظم في الوجود. فدي مسألة بسيطة جدا يعني، في نور من غير شعاع؟ في نور من غير شعاع؟ يعني النور ده دلوقتي لو مش طالع منه شعاع، طب هتقولوا طب هو في نور؟ هو فين النور ده؟ إذا كان النور ما يولدش شعاع يبقى ما هوش نور، وإذا كان العقل ما بيولدش فكر يبقى مش عقل، وإذا كان الآب ما بيولدش الابن ما هوش آب، لا يوجد آب بدون ابن. وإذا كان الآب هو الحكيم والابن له لقب الحكمة، مكتوب عنه أنه هو حكمة الله في رسالة بولس لأهل كورنثوس. فكيف يحسب الحكيم حكيما بدون الحكمة؟
هو مش بيستمد الحكمة، قصدي مش بيستمد الحكيم حكمته من الحكمة، هو ينبعها، هو مصدرها، لكن لا يحسب حكيما إذا ما كانتش الحكمة بتتدفق منه. فهو مش بيستمد، الله مش بيستمد صفة العقل من الابن، زي بالضبط ما العقل ما بيستمدش صفة العقل من الفكر. لكن لما واحد بيتكلم كلام عاقل بنقول له ايه العقل ده كله يا فلان. وحتى احد الفلاسفه اليونانيين قال كلمني فاراك، يعني انا مش قادر اشوف عقلك الا لو اتكلمت، ما تتكلم اشوف العقل بتاعك. فالمسيح هو صوره الله غير المنظور. السؤال ده يخص عقيده الثالوث طبعا يعني. وبعدين بيقول هل كلمه واحد مع الاف الجوهر او مساوي الاف الجوهر ان هناك مقارنه بين الهين؟ لا، مش مقارنه الهين، مقارنه اقنومين. يعني انا لما اقول ان العقل الذكي بيولد فكر ذكي، العقل القدوس يولد فكر قدوس، العقل غير المحدود يولد فكر غير محدود، هل كده انا بتكلم عن عقلين ولا عقل واحد؟ ما تقوله. طب خلاص، يبقى اللي بيسأل السؤال ده يسحبه. ليه؟ لأن لما أقول إن العقل الذكي بيولد فكر ذكي، يعني معناها إن طبيعة العقل زي طبيعة الفكر المولود منه، ويبقى ليهم جوهر واحد، طبيعة واحدة وجوهر واحد. أنا بحاول أختصر بسرعة عشان الوقت. في واحد بيقول البعض يقول أن هناك طرق كثيرة تؤدي للملكوت، والدليل أن المسيح قال في الآية اللي قالها لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، يعني مش من الكنيسة يعني. لا، هو كان المسيح يا جماعة بيتكلم مع اليهود من ضمن مهم الرسل، فبيقول لهم ان انا ليا خراف مش من الامه اليهوديه الحظيره بتاعت بيت يعقوب، لكن ليا خراف في مصر وفي اوروبا وفي بلاد تانية كتير. لان لما المسيحيه انتشرت، يعني بيقول بولس الرسول اذا كان رفضهم اليهود اللي رفضوا المسيح يعني صار مصالحه العالم، فليه خراف أخر يعني ليست من الأمة اليهودية ولكن من الأمم اللي من ضمنهم إحنا اللي أمنا بالمسيح. لكن ما يقصدش مش من هذه الحظيرة، يعني مش من هذه الكنيسة. ها؟ كمالة الآية. أيوة، اتفضل سيد. سوري سيد. وكمالة الآية، ليس لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر فتكون رعية واحدة. يعني ما اكتفاش ان هم ليه خراف حظائر اخرى، قال هجيبهم ويبقى حظيرة واحدة، رعية واحدة ورعي واحد. ده تأكيد على انه لا خلاص خارج الكنيسة. تأكيد على كلام نيافتك يا سيدي. في واحد بيقول هل في اختلافات بيننا وبين الكاثوليك بسيطة في طريقة للحل؟ واذا كانت الاجابة لا، يبقى ايه وضع معمودية الكاثوليك والجواز من الكاثوليك؟ الجواز من الكاثوليك خطر جدا، لانه دلوقتي هيبقى الكنيسة اللي تجري شعائر معينة للزواج هيطبق قانونها على هذا الزواج ده في المشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد. وكاثوليك ما عندهمش طلاق ولا لعلة الزنا حتى، يعني واحد مراته بتخونه وماشيه مع 10 رجاله وهو قاعد متقرطس كده. او العكس، اذا كان هو جوزها اللي بيخونها
يقولوا لها أقصى حاجة نسمح لك بيها أنك تقعدي في بيت أهلك بس خلاص، لكن يمشي مع 10 ستات ما فيش مشكلة، يعني مش ما فيش مشكلة يعني، يعني مالكيش طلاق يعني. عقيدتهم كده، هم حرين، احنا مش بنحكم عليهم ان هم يفكروا زينا. بس يعني عايز اقول في خطورة شديدة جدا في الوضع اللي هيطبق، في انه الكنيسة اللي هتجري اي زواج هي اللي هتبقى مسؤولة عنه في القانون الجديد، وتطبق الشريعة بتاعتها هي. واضح؟ احنا ما عندناش طلاق الا لعلة الزنا او تغيير الدين بس، حسب تعليم الكتاب يعني. طيب بيقول هل في خلافات؟ هم بيؤمنوا بخلاص البوذيين والهندوس وكل غير المؤمنين، دي بقرارات المجمع الفاتيكاني الثاني. في حوار بيننا وبينهم رسمي، وانا رئيس اللجنة المشتركة للحوار الدولي، رئيس مناوب مع الرئيس الكاثوليكي يعني، فاحنا بنتفاهم معهم، وفي حاجات بنتفق فيها وفي حاجات ما لسه ما وصلناش لحل. من ابشع الامور اللي لغايه دلوقتي ما عرفناش نحلها هو موضوع خلاص غير المؤمنين. حتى عباد الاوثان يقول لك ممكن يخلصوا من غير الايمان بالمسيح ولا المعموديه. ده الكلام ده مع احترامنا احنا بنروح عندهم وبنقابل البابا وبنقدم له كل الاحترام، وبن في روما يعني، وهم بيجوا عندنا وبنستقبلهم بكل تكريم الاحترام ماشي، لكن ما فيش تنازلات في الايمان. ايه بقى ان الواحد يخلص بدون ايمان ولا معمودية؟ ده بقى ايه يعني؟ طب ايه بقى قيمة المسيحية اصلا؟ واحد بيعبد الأصنام وبرضه هلاقيه كتفه بكتف ماري جرجس في 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 ملكوت السماوات؟ المسيحية مش لعبة نلعب فيها بصراحة يعني، الجد جد. حكاية المعمودية في قرار من المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا بقبول معمودية الروم الأرثوذكس اللي يقبلوا الاتفاقيات اللاهوتية اللي احنا مضيناها مع بعض. ده قرار من مجمع المقدس. فالأنبا يعقوبس سأل قداسة البابا في نفس الاجتماع ده وقال له المتنيح، الأنبا يعقوبس كان في الزقازيق، قال له طب والكاثوليك؟ قال له لا، الكاثوليك في بيننا وبينهم خلافات جوهرية في الإيمان، من ضمنها خلاص غير المؤمنين، ومن ضمنها انبثاق الروح القدس من الاب والابن، ومن ضمنها المطهر. فاحنا عندنا على اجنده الحوار مع الكاثوليك مش اقل من 15 مساله محتاجين نصل الى حل فيهم، زي الزواج بغير المؤمنين جوه الكاتدرائيه، في بتاعه سان بيتر بيجوزوا البنت الكاثوليكية التليانية من غير المسيحي ويعملوا لهم إكليل. واضح؟ إكليل إكليل. الصحفيين عملوا احتجاجات وجابها لي الأنبا برنابا وقدمتها لهم في الحوار في روما. الصحفيين التلاينة قالوا لهم بناتكم بيتجوزوا غير المسيحيين في إيطاليا، هيجي وقت مش هيبقى فيه في إيطاليا مسيحيين. ده الصحفيين بيصرخوا للفاتيكان، يعني الصحفيين خايفين على المسيحية في إيطاليا، ونرجو أن الفاتيكان يسمع لهم، نرجو. وده موضوع من مواضيع الحوار اللاهوتي بيننا وبينهم. أنا ما أقصدش هاجم حد، لكن انت بتسألني هل ينفع نتجوز؟ الجواز حسب قانون الأحوال الشخصية للمجمع المقدس أقره بالإجماع لازم يكون بين 2 من نفس الطائفة.
فإذا حد عايز يبقى أرثوذكسي من قلبه وانضم إلى الكنيسة الأرثوذكسية القبطية الأرثوذكسية وعايز يتجوز عندنا أهلا وسهلا. بس لغاية دلوقتي المعمودية على الأقل، على الأقل لو هو مكسوف يغطس وهو كبير كده، على الأقل يترشم بمية المعمودية وبعدها الميرون. ده اللي صرح لنا بيه المتنيح قداس البابا شنودة الثالث، انه اللي مكسوف يغطس، اللي يرضى ماشي في المعمودية، لكن اللي مكسوف يبقى ايه؟ يترشم بمية المعمودية. وطبعا ويقول الجحد الشيطان والاعتراف بالإيمان، بس لازم يقول في عبارة الروح القدس المنبثق من الآب، لازم يقول منبثق من الآب، لازم يقولها كده. فإحنا مع احترامنا للكاثوليك، لكن الخلافات اللي موجودة هما نفسهم أعلنوها. يعني أنا من كنت في المجمع بتاع أسقفة الفاتيكان وكانوا بيناقشوا الزواج بغير المؤمنين، وطلعوها في البيان النهائي بتاع المجمع اللي أنا كنت حاضر فيه في روما في شهر أكتوبر اللي فات. يعني هما مش مخبيين الحاجات دي، أنا مش بقول كلام مستخبي، واضح؟ قرارات المجمع الفاتيكاني الثاني مطبوعة بعدة لغات، عندي بالعربي وعندي بالإنجليزي وحاجات من روما وحاجات من هنا من مصر. المهم القرارات دي اللي فيها خلاص غير المؤمنين بما فيها البوذيين والهندوس عبدة الأصنام بدون إيمان ولا معمودية، واضح؟ طيب يعني إيه؟ يعني هنتنازل عن المسيحية؟ احترام على عيني وراسي، بس الإيمان؟ طب ما العيال الشباب اللي استشهدوا على ساحل ليبيا دول مش عشان تمسكوا بإيمانهم المسيحي؟ هو الإيمان يتباع كده بسهولة يعني؟ واحد بيسأل مجمع الرسل في أورشليم مش يعتبر مجمع مسكوني؟ لا، ده أعلى من مجمع مسكوني. أيوة يعتبر، بس ما تعدش مع نيقيا وقسطنطينية وأفسس، لأنه ده مجمع تنسب إليه العصمة المطلقة زي أسفار الكتاب المقدس. فقالوا قد رأى الروح القدس ونحن، فالكنيسة ما حطتوش كأنه يتعد من ضمن المجامع. ففي سؤال تاني بيقول إيه وضع علاقتنا بقوانين المجامع؟ احنا ايمان المجامع المسكونية الثلاثة ده لا يمكن نتنازل عنه اطلاقا. اما القوانين الادارية اللي في المجامع ففي حاجات، يعني مثلا لما في اي مجمع من المجامع دي زي مجمع القسطنطينية، البابا بتاعنا لم الأسقفة بتوعه ومشي لأن في قرارات إدارية ما عجبتوش، لكن قبلنا المجمع من ناحية إيمان المجمع في محاربة الهرطقات وفي قانون الإيمان النقاوي القسطنطيني. لكن القرارات الإدارية ممكن كنيستنا تقبلها وما تقبلهاش القرارات الإدارية. في فرق بين قرارات الإيمان والقرارات الإدارية. إذا كانت حاجة ما توافقناش، مش عايز أخش في تفاصيل دلوقتي، لكن أنا عارف إيه القرارات اللي كنيستنا ما قبلتهاش يعني. مجمع القسطنطينية هو طبعا في أسئلة كتير، لكن أنا حاولت أشوف أهم الأسئلة وهسيب لنيافة الأنبا رفائيل فرصة برضو يجاوب الأسئلة الخاصة به هو.
شكرا سيد. شكرا سيد. هو باقي من زمن دقيقتين. لا معلش. ومعايا ثلاث أسئلة مهمة سريعة يعني. طيب سيد. واحد بيقول لو كنيسة مش طبقية ليه في بعض الكنائس بيفصلوا إخوة الرب في مدارس أحد مخصوص؟ إحنا لما نتكلم عن الكنيسة نتكلم عن الفكر اللاهوتي اللي هو مفروض يكون البروتوتايب النموذج اللي بيطبق. لكن كون في أحد الكنائس بيعملوا حاجة تنظيم إداري قد يكون صح أو غلط، لكن مش هو ده لاهوت الكنيسة. اللاهوت إكليسيولوجي، يبقى كلنا مع بعض، مفيش تفرقة بين كبير وصغير، فقير وغني. حكاية في بعض الكنائس بيفصلوا إخوة الرب في مدارس أحد خاصة بيهم قد يكون قضية تشغل بعض المناطق. لما بنقعد نتناقش معهم بيبقى عندهم أحيانا هم نفسهم متحيرين، يعني مع احترامي للكل، يعني منطقة غنية جدا كل البوابين في العمارات مسيحية، فالأهالي متضايقين ان ازاي ابنهم يبقى مع ابن البواب في مدارس أحد. انا رأيي الشخصي بقول الكنيسة لها دور تنموي. انا مفروض الولد الغلبان ده ملوش ذنب انه غلبان، انا ميه اخليه يتكلم طريقة راقية، ألبسه ملابس راقية، أخليه متحضر، مش أفصله عن بقية الناس. طبعا الحل السهل سهل خالص، خلي دول يوم الجمعة دول يوم حد. لكن الحل التاني اللي أنا بنمي فيه شخص مرهق وعايز زمن وقت، لكن أحيانا بعض الناس بيختاروا الحل الإيه سهل، افصلهم وخلاص ريح دماغك. نفسنا احنا نوصل للمرحلة اللي فيها لا، اللي بيجيلي تعبان انا بناميه بكبره. واحد بيقول لو عايز ابدأ افهم لاهوت وعقيدة وتاريخ كنيسة من البداية اعمل ايه عشان انا مشتت؟ طبعا تعمل ايه؟ نمرة واحد القراءة، يعني الكتب كتيرة موجودة في الكنيسة، بس انت كمان لازم تاخد مصادر يعني معتمدة وتطمئن ليها. تقولي طب احددها ازاي؟ اقول لك نصيحه كده لوجه الله، يعني الشخص اللي عليه اعتراضات ما تبتديش بيه. يعني في حد بيبقى عليه اجماع كنسي من كل الناس اللي موجود، اقرا له. في واحد تاني ناس تقول لك ده صح، ناس تقول ده غلط، وعليه حواليه يعني كلام كتير، ما تبتديش بيه. يوم بقى ما بقى عارف وواثق وثابت في الإيمان وأقرأ أي حاجة هقدر أميز إيه الصح من الغلط. فابتدوا بالمصادر السهلة والمعتمدة أو اللي عليها إجماع. مع القراءة ممكن تلتحق بأي معهد دراسي هنا في منطقة الأمبرويس، في حاجات دراسات نظامية زي الإكليركية وزي معهد الدراسات القبطية زي معهد الرعاية، وفي حاجات تانية بتبقى مش بالمستوى دوت اللي هو النظام يبدي شهادة معتمدة، زي عندنا في أسقفية شباب في كورسات صيفية وكورسات أثناء العام الدراسي، حقيقة بتبقى كورس مكثف ولكن بيدي معلومة ويخرج الناس واخدين يعني كمية كافية من المعرفة أو على الأقل بتفتح له الأبواب. فمجالات كتيرة للتلمذة داخل الكنيسة، يبقى تقرأ وتدرس. آخر سؤال بيقول الكنيسة كانت اهتمت بمقاومة التغلغل الطائفي، واليوم مع انتشار الميديا وسهولة نشر الفكر وفرضه أحيانا نجد أن كثير من الأفكار الغريبة غزت فكر بعض الخدام حتى ومسؤول الخدمة في الكنائس. هل الاهتمام بمقاومة اللاطائفية خف شوية؟ لا، ما خفش ولا حاجة. يعني ما زلنا بنقول يا جماعة يجب أن يكون الإيمان واضح. بولس الرسول يقول عن تلميذه تيتوس الابن الايه الصريح في الإيمان، فيجب الإيمان يكون واضح ومحدد. خليني
وسليم طبعا، ويقول لك مقدما في التعليم ايه؟ نقاوة واخلاصا وكلاما غير ملوم. ده الكتاب المقدس بيقول كده. لكن تسيح المواضيع ما بيصبش في الإيمان، وفي نفس الوقت ما بلاش وإحنا بندرس أو بندرس يبقى اللهجة بتاعتنا فيها نوع من كراهية الآخر. إحنا ما عندناش دي خالص، لكن إحنا بنكشف إيماننا إيه من حقنا. على أي الأحوال الجو دلوقتي محتاج إن إحنا نغمر، كنت عايز أقول نغرق، خليها نغمر الميديا بأفكار كنسية أرثوذكسية إيجابية. يعني ممكن تعملوا الآتي. النهاردة في 3 محاضرات، إحنا يعني وجعنا دماغكم بقالنا من الساعة 5:30 لغاية دلوقتي. ممكن حد فيكم من كل دول ياخد حتة 2 دقيقة، ليها مهارة معينة بيقطعوها الشباب أنا ما أعرفش طبعا، وتروح منزلها على الفيسبوك وتاخد حتة تاني 2 دقيقة. هي دي اللي بيسمعوها الشباب، محدش عنده طاقة دلوقتي غيركم انتوا المعقدين ان هم يقعدوا 3 ساعات يسمعوا محاضرات، محدش عنده الطاقة دي. الشباب النهاردة عايز حاجات سندوتشات، مش كده؟ سندوتشات 2 دقيقة، يوم ما بتكون 5 دقايق بيستغلسها. فدقيقتين قطعوا الكلام اللي اتقال، خد جزء تاتشنج ونزله وانشره. احيانا شباب بينزلوا بوستات، انت عارف لو البوست دوت فيه 15 سطر محدش بيقراه. عشان كده التويتر بيبقى كام كاركتر؟ 140 اظن تويتر، عشان الواحد يكتب بوست على التويتر ليه عدد معين من الحروف، فدي بيتقري. اول ما يكتر عن كده يبص عليه. واحيانا بيعملوا ايه الشباب؟ حاجه بقى تغيظ يعني، يروح مشيره، هو ما قراهوش، يروح بعته لزملاته وزملاته يعملوا ايه؟ يشيروه. حدش بيقرا الحاجات الطويله. فاذا انت ممكن تخدم بانك تاخد كوتيشن، قول اباء. يعني انا شايف مثلا هنا من اقوال القديس كبريانوس 10 أقوال، كل واحد منها 1 أو 2، لو استطاع من هو خارج فلك نوح أن ينجو، لاستطاع من هو خارج أبواب الكنيسة أن يخلص. وتكتب بين قوسين القديس كبريانوس، فتوصل لكل الناس وهكذا. كل سطر من دول بس، دول خلاص اتعرفوا، اعملوا غيرهم عشان هننزل نقدر نلاقي كل دول محطوطين. وبرضو حتة تقطيع الفيديوهات دي مهمة جدا. شباب لما يوصلوا على اليوتيوب أو على الفيسبوك حتة تاتشنج، يعني ما تختارش حتة معقدة، خد حتة توصل للشباب فيها خلاصة، فيها نوع من التأثير، هم هينشروها وتبقى حاجة كويس. لازم نغمر الميديا بحاجات مسيحية أرثوذكسية إيجابية. إيجابية يعني إيه؟ ما فيهاش مهاجمة، محدش بيستحمل مهاجمة، وكنيستنا غنية وممكن تبقى فيها حاجات كتير زي كده. شكرا سيدنا. في حد من أسخفية الشباب عشان فيه هدية لنيافة الأنبا موسى يوصلها له؟ طيب، مع جزيل شكرنا لأسخفية الشباب على تجهيز هذا المؤتمر. دي أيقونة من عمل راهبات القديسة دميانا للسيد المسيح، اللي كان المؤتمر بيدور حوالين ان احنا لازم نكون أعضاء في جسده. ودي معاها كده حاجة بسيطة يعني، وبرضو نفس الأيقونة لنيافة الأنبا رافائيل. شكرا سيد. و
نيافتك بتقدم صورة مشرقة للسيد المسيح، ربنا يخليك. وبشكر الأسخفية على البوكيه الورد ده، خذ يا باشمهندس عشان أخشى نكون أرهقنا نيافتك، ونيافتك لسه بتتعافى من الجراح. هو الحقيقة يعني أنا اللي كان تعبني التكييف، بس كويس إن هم بطلوه، لأني هطلع من عملية جراحية إلى درع إنفلونزا شديد. بس كويس يعني دلوقتي لحقنا الموضوع شوية، ربنا يستر. نشكر ربنا، وعايزين نقدم شكرنا. عندنا عايزين نقدم، استنوا بس لسه هنصلي يا جماعة. حد من لا 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 استنى استنى حد من المركز الثقافي وقناة ماري مرقص في هدية لنيافة الأنبا أرمية. حد يستلمها؟ برضو أيقونة من عمل راهبات القديسة دميانة للسيد المسيح، ودي ودي مع نصلي ختاما. يا رب اجعلنا مستحقين نقول بالشكر، يا ابانا الذي في السماوات. تفضل بارك يا سيدنا. والان محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح وشركه موهبه وعطيه الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.